السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج بيصمم لي تطبيق بيشتغل على الموبايلات. اول حاجة اعملها اقول له create new app، فبيقول لي انت عايز حاجة على الموبايل ولا على الديسكتوب. فمثلا اخترنا الموبايل، بقول له next، بيقول لي طب انت عايز التمبليت حاجة مثلا to do list او حاجة مثلا للشات ولا حاجة appointment ولا directory، تختار اللي انت عايزه ولا يكون مثلا to do list، وتقدر تختار حاجة فاضية وتعمل اللي انت عايزه، وتقدر تختار واحدة من دول وتضيف عليها واحدة تانية وهكذا. فبيقول لي سميه اي اسم، فانا هقول له مثلا سميه اكس مثلا. تمام. البريمري كولر والسكند كولر، الالوان اللي انت محتاجها، وفي ادفانسد اوبشن. تمام. طيب بيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت، وكل حاجة بتعمل عليها سيلكت وتعدلها. تو دو ليست انت عايز تسميها ايه؟ تو دو ليست 000 مثلا. الصورة دي تقدر تيجي هنا وتختار صورة تانية، وتقدر تختار تغير، تقدر تعمل ديليت وهكذا، تقدر تعمل ساين اب وهكذا. كل واحدة من دول تقدر تعمل عليها سيلكت وتشوف الاختيارات اللي موجودة وتعدل فيها زي ما انت عايز. زي ما احنا قلنا في اكتر نوع من انواع التطبيقات، فانت دلوقتي تعمل البرنامج اللي انت عايزه، مجرد بس تعمل سيلكت عليه جزء، وتقدر مجرد تغير الاسم او تغير اللون زي ما انت عايز. اهوت دي السكرين بتاعت الاكونت، هوم، لوجن وهكذا. فتقدر تختار اي واحد فيهم، تقدر تضيف شاشه كمان. تمام. يعني تقدر تيجي هنا تقول له اد سكرين، وتختار مثلا هتبقى بالشكل دوت مثلا اهوت. فتقدر تبقى عندك واحده كمان تحط فيها المعلومات اللي انت عايزها. هنا قاعده البيانات، الداتابيسز، الاسامي اليوزر والتسكات، تقدر تضيف زي ما انت عايز. الاعدادات بتاعت التطبيق بتاعك، تقدر تختار له شكل ايقونه مثلا بالشكل دوت. في الاخر تقدر تعمل له بابلش سواء على الاندرويد او الاي او اس، او تعمله على الويب. فانت زي ما انت شايف، بدل ما بتكتب اكواد وحاجات كتير جدا، تقدر تعملها بشكل بسيط بشكل مرئي. طبعا لو انت ببرمج بيكون افضل، بس لو انت مش عايز تدخل في موضوع البرمجه، فده هيخليك تعمل تطبيقات على النت، وخليك تعمل تطبيقات على الويندوز، وخليك تعمل تطبيقات على الاندرويد، وخليك تعمل تطبيقات على الايفون بكل سهوله. في اي لحظه ممكن تقول له انا عايز اعمل بريفيو، فتبدا تشوف التطبيق بتاعك مثلا لو هو هيشتغل على الايفون، لو هو هيشتغل على الجالاكسي، لو هو هيشتغل على الايباد والحاجات ديت وهكذا. فبتبدا تكتب الاسامي والباسورد والحاجات اللي انت عايزها. تمام اهو، ساين اب، خلاص بيتسجل المعلومات دي عنده كيوزر جديد، وتبدا تضيف تاسكات جديده زي ما انت عايز. تمام. ممكن تقول له طب لا ده انا عايز اشوفه مثلا على الايباد، فيبدا يوري لك على الايباد هيعمل ازاي. طب عايز اشوفه على جالاكسي، انا كنت فاكر شوكولاته الجالاكسي. طيب فزي ما شايف البرنامج سهل ولذيذ، تقدر تعمل بيه تطبيقات زي ما انت عايز من غير ما تبقى فيه برمجه ولا